الأهرام محمد قال هي خلقت وعي فينا، أو هل هي سببت في نشأة حضارة، ولا الحضارة اللي أنشأتها، ولا هي صنعت إنسان؟ في كلام كتير بيقولوا جماعة بتوع المصريات، أنا ما أعرفش بيهم طبعا، إنه الأهرام عملت مصر ومصريين مصر، وعملت كلمة عشان ما يزعلوش. طب بالعقل كده بس نعرف إحنا شايفين إيه دلوقتي، ونشوف إيه اللي إحنا بنروح نزوله كلنا، ونرجع لورا شوية. في فجوة حصلت في النقل، وده العنوان بتاع التدوين. التدوين يعني ايه؟ يعني توثيق او كتابة او تسجيل ما تم مشاهدته او سماعه، هو ده معنى كلمة تدوين. طب التدوين ده مشكلته ايه عندنا؟ هنقول مشكلته بسرعة. احنا كنا بنسمع عن مدوناتنا القديمة ما قبل اختراع الورق، كنا بنستخدم ايه؟ ورق البردي بينقلونا بيه. طب هل اللي بيصنع الورق البردي ده مش هو اللي بنى الهرم؟ طب اللي بنى الهرم ده عاجز عن انه يكتشف الورق اللي وصلت ليه الصين قبل الميلاد 150 او 200 سنه؟ الورق الابيض بتاعنا العادي ده، الورق العادي العجين اللي بنعمله. يبقى اللي نقل لك التدوين على بردي يعلم تماما بهدف حاجتين. اولا يحافظ على المدونه، ادي اول هدف عنده، لان الورق ده له عمر مهما كان، مهما 1000 2000 سنه مش هيوصل 10000 سنه، لكن البردي ما يتاثرش بالكلام ده خالص، بيقاوم الزمن. يبقى اللي بينقله لك اول هدف عنده انه يحافظ على النقل، مش عجز عن استخدام عن صنع او الوصول لسير الورق الابيض اللي بينقله للناس الصينيين اول من اخترعوا او الورق الابيض او اكتشفوه. طب ماشي، بس هل هذا يعني ان الكيميائيين الاوائل كانوا عاجزين؟ لا، هو يعلم ان انا بنقل لك هنا حاجه اسمها توثيق هش، فمش هفيدك. انا هنقل لك موسيقى بشكرها، هنقل لك بالوسيله المضمونه وهي البردي، طبعا زائد الكتابه اللي على المعابد والجدران. الحاجه الثانيه انه يعلم الخطوره، ومن هنا نقدر ندخل نفتح باب صغير. ايه هما ال 42 قانون عندنا؟ مش قانون المدن اللي بيقول عليه، انا ماليش دعوه بعين المصريات خالص. ليه هو بعيد تماما رغم وجود الزراعه عنده والخشب والورق، ويقدر ده ورق يكون مصير لغز كله، فليه ما صنعلكش ورق؟ هو مش عاجز، هو يعلم تماما الضرر الموجود في الورق الابيض. يبقى اولا يعلم عيبه انه مش هيوصلك رسالته، ثانيا يعلم انه كله ضرر، وهنا تصالح مع الطبيعه، الناس اللي فاهمه الطبيعه والكون والخلق، لانه المتخصصين قوي هيلاحظوا ان موضوع صناعه الورق له شروط صارمه في البيئه، وبيمنعه محظور كمان في بلاد كتير. ايه هي؟ طبعا البيئه والسموم والبلق، الماده اللي بتطلع منه ممنوعه، بلوى، بيعمل بلوى في البيئه. طب اللي بنى الهرم ده عاجز انه يعرف، دي نقطه ما حدش يقف عندها. يبقى استخدام الكيميائيين الاوائل للتدوين لم يكن بسبب عجزهم عن اختراع الورق الابيض اللي بيتنقل لنا، الورق العادي بمعنى اصح، كرتون او ابيض اي ورق، وعشان يحقق الهدفين اللي قلت لكم عليهم. نيجي عند الفجوه الثانيه اللي حصلت. ايه هي؟ انه الصين وصلوا الاول، هم مروا بثلاث مراحل، مرحله الكهنه البوذيين، والمرحله الثانيه بداوا ينقلوا للناس، وبعد كده جه موضوع صناعه الورق، بقى بداوا يصنعوا ويصدروا. لكن التركيز بينا احنا كمنطقه عربيه، اتكلم عربيه مش شرقيه، كنا بنستورد هذا الورق او بيجينا عن طريق التجاره من سمرقند، كازاخستان، ومش كازاخستان، واوزبكستان، ومجموعه الدول دي. المنطقه دي كان اسمها سمرقند، كان بيجينا من هناك. هذا التدوين كان له، حتى كتب عنه المؤرخين القدماء، يقول لك كانت تاتينا الكراتيس من مصر والورق من سمرقند. ما كانش في استخدام لبردي في اوروبا، وروما استخدموا بردي، يعني مش معنى ان البردي لا استخدم في بلاد كتير، لكن ما استخدموش الورق. يبقى الورق شرقي، لاحظ بس نركز في اتجاه الورق ده شرقي. هنا لازم تدخل النقطه الثالثه، ان الاوائل اللي اسسوا الحضاره على الارض يعلم تماما هشاشه التدوين بالورق ده، فحب ينقل لك رساله
ويوصل لك رسالة ان انا عايز ابعت لك الابقى الامتن الاقوى اللي يوصلك بدون ما يضر ويوصلك مؤكد مش قاعد العب فيه.